Merci. Alouenkoum, en plus, c'est un joli nom parce que toutes les couleurs sont belles. Anna, je suis invité pour venir voir Manal, voir ce qu'elle va présenter. Je suis ravi de voir ce qu'elle va présenter. Anna, nous sommes une seule famille artistique. Donc, en tant que famille artistique, nous les uns les autres. Il faut une solidarité. Donc, Anna, je suis là pour aider, pour encourager. Inch'Allah, je suis sûr qu'elle a fait du bon travail parce que c'est à la khidma. Oui, qu'on khair. Jadid Diali est un nouvel album. Il y a un nouvel album qui s'appelle Alouane. Et d'abord, on s'appelle Khaloubid. علاش حلو لان وليت دابا لي ديسيزيون اللي سناخذ غير اما كحل جو ريفوز دو ترافايي ولا بيض وتنعطي كل شيء اللي عندي دونك يمكن كحل وبيض هادشي علاش الالبوم ديالي الاول كان سميتو الوان فيه بوكو تشوز لو دوزيام سا سابيل بلاك اند وايت دونك كحل وبيض بالعربيه بالدارجه ان شاء الله تيتمنى يعجبكم وثاني حاجه Et je suis en train de monter un très très grand orchestre pour les fêtes familiales, un grand orchestre de mariage. Ana benefsi mrid bsaratan, tu marakoum aarfina. Idan ana j'ai envoyé un message de solidarité, d'amitié, d'amour, parce que Hatim Amour rab hal weldi, ou la bhal khay sghir, parce que je connais depuis longtemps. Et Hind, c'est une grande amie. وجات لهم واحد الرساله وقلت لهم من غير داك الشيء اللي تيقولوا الناس كلهم بيان سور هادشي من كتاب الله سبحانه وتعالى والمؤمنون صاب وكنتمناو الشفاء لكاع المرضى ولاني انا بحكم تجربتي واخا مازال فيها المرض يمكن على شي حوايج اللي يمكن لي نفعها فيهم نفع فيهم هند دونك ان شاء الله تنتمنى نتلاقى معها ونهضر معها ونقول لها كيفاش انا تنتعامل مع المرض لان المرض راه في شكل شويه هو صعيب مي يا اون فاسون دو يا اون فاسون دو دو لاكسبتي دو فيفغ افيك نتصاحبوا معاه باش ان شاء الله يكون حتى الشفاء يكون في الموعد ان شاء الله الرحمن الرحيم هو المهم من هذا الشيء كله هو ان الاغنيه المغربيه واخا واحد العدد ديال الناس يقول لك ودي كلمات ماشي هما وبعض المرات كلمات ساقطه هي اغنيه مغربيه اللي هي ولات تتصدر حنا سنين وحنا تنصنعوا في الاغاني المغربيه وتنحاولوا نديروا الطرب ونقلدوا الشرقيين دابا اليوم ولات هذه الاغنيه المغربيه الشبابيه هي اللي تتصدر ولاو ناس في العالم العربي وفي الخليج تيعرفوا الاغنيه المغربيه وتيعرفوا الفنانه المغاربه وتيعرفوهم الحمد لله علاش قادين اذا الا كانت هذه الاغنيه واخا اليوم ماشي كامله غير توصلناكم اون كارت دو فيزيت ونقول لهم راه حتى حنا تنعرفوا نديروا الموسيقى وحتى حنا تنغنيو باش يمكن نوصلوا لهم خصنا ندخلوا فيها شويه الخليجي وشويه ديال الشرقي ونعطيوها شي يمكن دابا الحمد لله فرضنا واحد الوجود واحد العدد ديال الاسماء سعد كما سعد مجرد اما من غير سعد كاين سعد يمكن هو اللي حل الباب من بعد راه كاين واحد العدد ديال الناس انا سبق لي هذه السنه درت جوج حفلات في ابو ظبي وكانوا حفلات كلها مغربيه فيها 45 فنان وشفت الجمهور من غير الجمهور المغربي او الجاليه اللي عايشه تما الجمهور كله تيغني معانا من الدرهم ديال الناس الغيوان وجلجلاله حتى لهذا الشيء جديد حتى لسلمى رشيد حتى لحاتم عمور وشفنا الجمهور تيغني وهذه فرحه انا ما يمكن لي غير نفرح لان انا ديما جو ديفون لو برودوي ماروكان اي كو لو برودوي ماروكان دونك الحمد لله واخا كيما اقتضى الحال راه كلمات ديالنا زوينه وراه اغنيتنا زوينه وراه يمكن خير من الراي اللي كنت درت انا واحد الوقت في تخوا سولي وتمشى في العالم كامل اللي هو ما كاين لا كلمات لا دي فهمتي دونك الحمد لله على هذه الاغنيه المغربيه نبيل خالدك كيفاش انك تعاملتي مع باسكا موش على الاغنيه ديال دندان واش نقدروا نشوفك خاطر تتعامل مع فنانه اخرى من غير المغاربه ما قيت نتعامل حتى مع شي واحد براني المغاربه اللي تتعامل معاهم لا المغاربه نتعامل معاهم كلهم واللي ما عندوش نتعامل معاه بلا فلوس وتنعطي الاستوديو فاش نخدم وتنعطي كل شيء بوغ ايدي لو ماروكان لان هذوك الناس عندهم اللي يعاونهم حنا المغاربه اليوم خاصنا بحال ديك التقبيله خاصنا نتساعدوا بيناتنا انا داكشي كل اللي تعلمت واللي عرفني الله سبحانه وتعالى تنعطيه غراتويتمون اللي عنده باش يدير راه حنا تنديروا معاه واللي ما عندوش ماشي مشكله راه غير المهم المغرب يتقدم ويوصل والوليدات ديالنا ان شاء الله يعطيو احسن صوره نبيل خالدي كلمه اخيره للجمهور ديالك الحمد لله واخا واحد العدد ديال الناس عارفيني مريض وعارفيني سرطان صعيب شويه فالحمد لله انا ديما تنبتسم وتنبتسم للدنيا وقابل هادشي اللي كتب عليه الله سبحانه وتعالى وتنتمنى نبرا وهادشي اللي بقى فيا هاد الحياه اللي بقات ما عرفنا واش غتسالى غدا ولا بعد غدا ولا من هنا 10 سنين تنتمنى ان شاء الله نعطيها لبلادي ولولاد بلادي ان شاء الله وتنتمنى الارض والسلم والسلام لوطننا الحبيب